هذه حلقة شديدة من مسلسل الاغتيالات والاستهدافات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لعناصر حزب الله ولحلفائه في حركتي حماس والجهاد، وأيضا في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان والتي تنسق بشكل وثيق مع حركة حماس. هذا الاستهداف اليوم هو ضد أحد كوادر قوات الفجر في الجماعة الإسلامية. بدأ يتم تناقل صورة له وهو يدعى أيمن الغطمي، ولكن حتى الآن لم يصدر نعي عن الجماعة الإسلامية بمقتله، ليتم التأكد من المصدر الرسمي في الجماعة بمقتله نتيجة هذه الغارة. هذه الغارة وقعت قرب مركز عمر المختار في بلدة الخيارة في البقاع الغربي. مسيرة استهدفت سيارته ما أدى إلى مقتله وأيضا إلى جرح شخص ثان تم نقله إلى المستشفى للمعالجة. هذا المسلسل إذن مستمر. كانت هناك بعض المعلومات التي تحدثت عن طلب من إسرائيل بعدم الاستمرار بهذه الاستهدافات واغتيالات التي تستهدف قادة وعناصر، ولكن هذا الاستهداف عاد ليؤكد بأن هذا الأمر لم يتم وبأن إسرائيل مستمرة في هذه السياسة التي تنتهجها منذ بدء مواجهات طوفان الأقصى ومنذ بدء المواجهات الحدودية في جنوب لبنان، والتي تم في خلالها استهداف عدد كبير من العناصر من القادة بمسيرات أو بطيران حربي. كان يتم إطلاق الصواريخ التي تستهدف تأتي إلى الهدف مباشرة، وهذا يؤدي إلى الاغتيال. أيضا إضافة إلى مسلسل الاغتيالات المستمر، هناك مسلسل الغارات. أيضا اليوم تم تنفيذ عدد إضافي من الغارات على البلدات الجنوبية، ولا سيما بلدات يارون وعيت الشعب ورامية. أما القصف المدفعي أيضا فلم يهدأ، استهدف أطراف بلدة الخيام هنا خلفنا، استهدف أطراف كفر حمام، أطراف دير ميماس، وقبل قليل كان قصف بالمدفعية الثقيلة وبالقذائف الفوسفورية لمنطقة وادي سلوقي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. حزب الله حتى الساعة أعلن عن عملية واحدة كما ذكرت ضد موقع المنارة، وذلك يأتي في وسط ترقب لما يمكن أن تأتي به الجهود الدبلوماسية لمنع توسع هذه المواجهات الحدودية إلى حرب شاملة. يذكر أن الرجل الثاني في الفاتيكان، أمين سر دولة الفاتيكان، سوف يصل غدا إلى لبنان، بيترو بارولين، وستكون له لقاءات جامعة مع عدد كبير من المسؤولين، وأيضا كما ذكر في برنامجه سيزور المناطق الحدودية. وهو كان قد أعلن أنه يجب عدم توسيع الحرب وعدم إغراق لبنان بحرب شاملة. أذكر أيضا بما كان قاله غوتيريس حول أننا لا نريد أن نرى حربا في جنوب لبنان مثل حرب غزة، لا يريد المجتمع الدولي ذلك. وكل هذه الجهود الدبلوماسية تضاف إليها زيارة وزيرة الخارجية الألمانية المرتقبة إلى بيروت الأسبوع المقبل لوضع حد لهذه المخاوف، لهذا التصعيد المستمر، والذي يبدو أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي أيموس هوكستين لم تضع حدا له. سوف يتضح أكثر من الميدان ما هي الاتجاهات. حتى الآن هناك نوع من التراجع النسبي، ولكن التصعيد هو المسيطر بشكل كامل في هذه المناطق الحدودية. أذكر أخيرا بيانا صادرا عن الخطوط الجوية الكويتية، أعلن هذا البيان أن هناك سعيا لترفيع سعة الطائرات الكويتية لتنقل من يريد من المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى الكويت، وذلك نتيجة هذه الأحداث ونتيجة المخاوف من تدهور محتمل للأوضاع. أشكرك، شكرا جزيلا لك كلوديا بيحنا مراسلة الغد، كنت معنا من جنوب لبنان.